مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة الدكالة. شنو رأيكم في الإدارات والمؤسسات اللي ما عندهاش قسم التواصل؟ واش حتى انتم ما عندكم إدارات ما عندهاش هاد القسم؟ فمجموعة من المواطنين، مجموعة من الإعلاميين كيلقاو مشاكل كبيرة، مشاكل كثيرة مع مجموعة من المؤسسات، لأن من اللي كيبغيو المعلومة كيبغيو المعطيات كيمشيو لهاد المؤسسات من أجل أخذ المعلومة من المصدر، أخذ المعلومة يعني الصحيحة، باش ما يبقاش ياخذ معلومات من الشارع العام أو من المقاهي ومعلومات اللي كتكون مغلوطة. ولكن للأسف الشديد وأنه من اللي كيمشي لهاد المؤسسات ما كيلقاش اولا مع من يتواصل هو، زائد المشكل اللي كيصطدم به هو ما كاينش قسم للتواصل اللي من المفروض خاص يكون في كل مؤسسه في كل اداره. يعني اي مواطن او اي صحفي من اللي كيدخل لواحد المؤسسه وكيبغي واحد المعلومه فما كيبقاش يدور لهوك لهوك، كيسول على المكتب ديال التواصل، كيقصد هذا المكتب كي ياخذ يعني يقدم نفسه شكون هو وياخذ المعطيات والمعلومات اللي محتاجها واللي خاصه، وكتكون انذاك يعني معطيات صحيحه، معلومات من المصدر بوثائق بحجج. ولكن هادشي كله ما كاينش، وهذا هو الشيء اللي كيخلي الحقيقه في بعض الاحيان تغيب، وكيبقى يعني الأخبار غير مؤكدة، أخبار غير رسمية، معطيات غير رسمية. هادشي كنعيشوه بشكل مستمر، وخاصة في مجموعة من الإدارات، في مجموعة من المؤسسات اللي من المفروض فيها يعني يكون عندها قسم ديال التواصل، ولكن ما عرفناش علاش هاد القسم ما كيكونش، علاش كيتم التغييب ديالو، واش ماشي من مصلحتهم يكون عندهم هذا القسم، واش هذا القسم يعني كيزعج هاد المؤسسات، علاش هاد المؤسسات ما ديش هاد القسم واللي من المفروض خاص يكون باش يمشي مع التوجهات ديال البلاد ديالنا ومع التوجهات الملكيه ومع الدستور ديالنا اللي كيعطي حق المعلومه لكل مواطن. اي مواطن من حقه ياخذ المعلومه وفقا للدستور ديالنا، ولكن هذا الشيء ما كنلقاوش متوفر. فما يمكنش لينا نكذبوا على روسنا، وما يمكنش لينا يعني نغطيو الشمس بالغربال. يعني هذا الشيء كنصطدموا به بشكل مستمر بشكل يومي. اغلب المؤسسات اغلب الادارات فهما سادين وغالقين على انفسهم وما كيبغوش يتواصلوا، ما كيبغوش يعطوا المعطيات، حتى يعني كتروج اخبار كثير عليهم عاده كيحاولوا يلجؤوا الى تكذيب هاد الاخبار. علاش ما تسهلوش نتوما الامور وتعطيو يعني المعطيات، تعطوا المعلومات للمواطنين، ما تخلوش المواطن يبقى غلط ويبقى يعني الاخبار كتداول ما بين المواطنين وما كنعرفوهاش واش صحيحه ولا ماشي صحيحه، وفي الاخير عاد تبغوا تكذبوا المواطنين علما ان كل مواطن يعني من حقه الحصول على المعلومه حسب الدستور ديالنا، الدستور المغربي اللي كيعطي الحق في المعلومه لكل مواطن. واش هاد الادارات علاش ما تستجبش لهاد الفصل من الدستور ودير حتى هي اقسام ديال التواصل باش تعطي المعلومه لكل مواطن كيدخل لعندها؟ فمن حقه، لان المواطن كيدخل كيبغي الخبر اليقين، كيبغي الحجاج، كيبغي الدلائل. ولكن علاش ما كنلقاوش حنا هادشي في المؤسسات والادارات ديالنا؟ الى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذا وضع شاد، وضع كنعيشوه باستمرار، الكل كيعاني منه. ما تقدرش تقول يا شي مواطن ما كيعيش يعني هذا المشكل. ما يمكنش تقول شي مواطن يمشي لشي إدارة ويخوض المعطيات ويخوض المعلومات ويخوض الوثائق بسهولة بالغة. فانتوما مشاهدي قناة شوف تي في،
انتما المواطنين واش كتلقاو يعني في الادارات قسم للتواصل؟ فاحنا دائما كنلقاو مشاكل كثيره، مشاكل كبيره، ما كاينش اقسام للتواصل، ما كاينش اقسام اللي تعطيك المعلومه وتعطيك الوثائق وتعطيك يعني الحجاج باش يمكن لكل مواطن ياخذ المعلومات من الادارات وما يكونش مغالطات. ما عرفتش شنو هي الاسباب اللي كتخلي هاد الادارات وهاد المؤسسات ما تفعلش هاد الفصل من الدستور وما ديرش قسم للتواصل وتخليه يعطي للمواطنين ويعطي لاي واحد كيولج هاد المؤسسات وهاد الادارات الحق ديالو في الحصول على المعلومه. واش المواطن ماشي من حقه يحصل على المعلومه في هاد الادارات؟ واش المواطن ماشي من حقه يحصل على المعلومه من هاد المؤسسات؟ لماذا التعتيم؟ لماذا التعتيم؟ علاش كتبقاو دائما يعني التعتيم؟ فهذه مشاكل كيعيشها المواطن باستمرار ومازال كيعيشها وغادي يبقى يعيشها الى حين لقاو حلول لهاد المشاكل اللي كاينه داخل هاد المؤسسات وهاد الادارات اللي ما باغاش تعلن على اقسام ديال التواصل مع المواطنين ومع اي واحد كيولج هاد المؤسسات وباغي يبحث او يعرف معلومه ما ويحصل على الوثائق الكافيه، الوثائق اللي فيها هاد المعلومات اللي كيبحث عليها واللي باغي يوصل لها، علما ان الدستور كيعطي الحق لاي مواطن الحصول على المعلومه. ولكن علاش هاد الادارات ما كيستجبوش لطلب المواطنين؟ علاش المواطن ملي كيدخل الاداره كيبقى يعني ما بين هاد القسم وهاد القسم وهاد الموظف وهاد الموظف، كل كيبقى يلاحو الجهه وفي الاخير يعني كيمل ويخرج خاوي الوفاض، ما يحصل على حتى شي معلومه. ومن بعد من اللي كيجرب اداره الاولى الثانيه الثالثه يعني صافي ما كيبقاش عنده ديك الثقه، يعني ما كتبقاش الثقه ما بين هاد المؤسسات وهاد الادارات والمواطن ديالنا. وبالتالي فاحنا يعني باش نرجعوا المصداقيه لهاد الادارات وهاد المؤسسات خاص اقسام ديال التواصل. هاد الاقسام ديال التواصل ما غاتعطيناش شي حاجه من غير الحقيقه ومن غير الاشياء اللي كاينه في الوثائق وبالحجاج وبالدلائل، وهكذا يعني كتكون اخبار صحيحه، ما كتبقاش شائعات، ما كتبقاش الاشاعات، ما كيبقاش ترويج الاكاذيب، وكتولي مؤسسات محترمه جدا، ادارات محترمه جدا، عندها مصداقيه، اي مواطن يمكن ليه يجي يحصل على المعلومه. علاش الادارات بعض الادارات كيمتنعوا وبطريقه ما كيبغوش يعطوا المعلومه ولو انها هي حق من حقوق المواطن، ما كيبغوش يعطوه المعلومه. فهذه اشياء معاناه دائما يعانيها المواطن باستمرار وبشكل يومي. فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ فوضع يجب تصحيحه من الآن، من هذه اللحظة، من هذا اليوم، كفى. فمبقيناش بغينا نعيشوا على هذا الوقع اللي كنشوفوه دابا حاليا. راه ماشي عيب الادارات والمؤسسات يكون عندهم اقسام للتواصل، وكاين بعض الاقسام وهذا الشيء عشناه باستمرار. كتلقى كاين امام الباب هذا مكتب ديال الاتصال ديال التواصل، ولكن ملي كتدخل ليه كتلقى كاين شي سيد ولا شي سيده ما كيقدرش يعطيك حتى شي وثيقه، ما يقدرش يجاوبك على اي سؤال،
ودائما متخوف من المدير ومن المسؤول ديالو ومن الرئيس ديالو، وخاصو حتى يستاشر ويستاشر ويجي يرجع يقول لك راه ما كاينش هاي المسؤول، سير وعاود رجع عدي. وتقدر كاع تبقى سيمانه وتبقى شهر وانت كتردد عليه وما تاخذ حتى شي حاجه، الى درجه ان بعض او احد رؤساء ديال هاد الاقسام في مؤسسه مشينا عنده بغينا من عنده تصريح، قبل في الاول وقال ما كاين مشكل، ولكن من بعد تخوف وقال بان المديره ما غتكوفرينيش لو وقع ليا شي مشكل، ما نقدرش نعطي تصريح، نقدر نعطيك في ورقه وما نتكلمش انا وما نبانش انا وما ندويش انا، ولكن انت كتخلص وخايد مسؤوليه وخايد قيس ومخايد مكتب مكيف وخايد يعني مجموعه من الادوات ومجموعه من الاليات، عندك بي سي ممتاز من النوع الجيد، عندك طابعه من النوع الجيد، عندك يعني مجموعه من الظروف الملائمه، وعندك تعويضات على هذا القسم اللي نتايا مريح في المكتب ديالو ولكن ما تعطيش المعلومات، فخاصك تستقل قبل فوات الاوان وتخلي يجي واحد اللي تكون عنده الجرأة ويقدر يعطي المعلومة. هادشي يعني كنعيشوه، فغنحاولوا نقطعوا واحد جوج دقائق ولا دقيقة باش نذكروا بأن باقي المواطنين كما كتشوفوا في هذا المكان، المكان اللي غرقت به الفلوكة بمدينة الجديدة واللي راح ضحية سبعة ديال البحارة، جوج منهم مازال في عدد المفقودين وخمسة يعني خرجوا بحال خرجوا كاينين بمستودع الاموات بمدينه الجديده بالمستشفى المحلي. هذه غير باش نعطيو هذا الخبر يعني للمواطنين اللي مازال يعني كيسولوا وكيبغوا يعرفوا اشنو واقع وشنو كاين يعني حتى الحدود اللحظه، يعني هذا هو المكان اللي غرقت فيه الفلوكه. يعني نعطيو الخبر ونكملوا الموضوع ديالنا على ايين. دائما كما كنقول لكم الغرق كان ديال سبعه ديال البحاره، جوج مازال في عداد المفقودين وخمسة يعني خرجوا، ونتمنوا لهم الرحمة والمغفرة ونتقدموا بالتعازي باسم قناة شوف تي في للعائلات ديال هاد البحارة. فدائما يعني الحديث عن هاد الموضوع، هذا موضوع موضوع اللي دائما الكل كيتكلم عليه، ولكن لحد الساعة ما كاينش حلول. لحد الساعة ما كاينش اذان صاغيه من عند رؤساء هاد المؤسسات ومدراء هاد المؤسسات، اللي ما عرفش شنو هي الاسباب اللي كتخليهم دائما يمتنعوا باش يكون عندهم قسم الاتصال او قسم التواصل مع المواطنين ومع كل زائر بغى يعرف شي حاجه من هاد المؤسسه من هاد الاداره. فدائما يعني كيبقى هاد الاشكال مطروح وغادي يبقى مطروح الى حين يعني تكون تدخلات عاجلة باش يمكن المواطن ياخذ واحد الحق من الحقوق ديالو اللي مهدومة حتى الحدود اللحظة. يعني ملي كتدخل مؤسسة وانت غادي للقسم ديال التواصل وما تحصلش على المعلومة وما تحصلش على الوثائق المطلوبة، فاش يمكن القول يعني بالنسبة لهذا المواطن واللي كنعرفو بأن الدستور كيعطيه الحق في الحصول على المعلومة. معي أخي وزميلي وصديقي هشام من مدينة جديدة. هشام يعني أكيد غتكون عشي تجارب في الحياة ومشيتي لبعض الإدارات واصطدمتي بهذا الواقع المر اللي كنعيشوه باستمرار مع مؤسسات، وان كان في بعض الاحيان يعني كنلقاو فيهم ناس اللي كنعرفوهم وتلقى يعني يكون صديقك ولا من عائلتك، ولكن راه هذا المشكل دائما مطروح، واخا تكون من عائلته واخا تكون صديقه واخا تكون لا حتى ولا المواطن الاخرين ما تاخذش المعلومه وما تاخذ شيء اي شيء. سي هشام وسبق لك يعني عشتي شي تجربه من هذا النوع؟ اولا تحيه للسي احمد زوين، تحيه للمتابعين ومتتبعات على قناه شوف تي في. بصراحة هما المؤسسات أو ما نقولوش كاع المؤسسات وإنما بعض المؤسسات اللي كتمشي تبغي تاخذ معهم المعلومة، ما كنظنش كاين اللي كيتخوف كله، وكيف ما سبق شرتي ليه أخ أحمد زوين
كاين اللي ما كيقدرش كيقول لك لا ما نقدرش نعطيك هاد المعطيات ولا ما كنقدرش هذا، فالسؤال كيبقى مطروح عندهم هما اللي خصهم يجاوبوا عليه. هذا هو اللي كاين سي احمد. فيعني كاين مجموعه من التعاليق خاصه ديال مشاهدي قناه شوف تي في. محمد حضري يقول فقدنا الثقه منذ سنين، يعني منذ سنين حنا كنتردوا على هاد الادارات ولكن ما كنلقاوش يعني الاذان الصاغيه، ما كنلقاوش هاد القسم يعني كيقوم بالدور ديالو، اولا ما كاينش كاع في هاد المؤسسه. كاين محمد مسالي كيقول كلامك صحيح، كاين سيمو كيقول السبب هو الرشوه. اراء مختلفه ديال مشاهدي قناه شوف تي في اللي كنحييهم من مدينه الجديده اينما كانوا داخل وخارج ارض الوطن، التفاعل ديالهم وعلى التعليقات ديالهم اللي كيشاركونا في هذا الموضوع اللي كنطرحوه هذا اليوم، موضوع اللي كيطرح نفسه يعني بحده، موضوع اللي دائما احنا مشاهدي قناه شوف تي في احنا دائما كنطرحوا هاد المواضيع اللي كنستمدوها يعني كنعيشوها في الواقع ديالنا. فدائما ملي كنلتقيو بمواطنين، ملي كنكونوا في ادارات، كنعيشوا هاد الحوايج اللي كنطرحوهم وهاد المواقف من الحويجات اللي كنصادفوها في كل يوم بالادارات ديالنا اولا من طرف شكايات من طرف المواطنين. هو الشيء اللي كيخلينا يعني نختاروا بين الفينه والاخرى مواضيع من هذا القبيل وكنطرحوها للنقاش، لان كتشغل بال الراي العام الوطني يعني حديث كثير على هذا الموضوع. كما كنقولوا دائما اشنو رايكم في الادارات والمؤسسات اللي ما عندهاش قسم التواصل؟ واش حتى نتوما عندكم ادارات ما عندهمش هاد القسم؟ فهذا سؤال كيبقى مطروح بحده، سؤال اللي حتى الحدود اللحظه ما كنلقاوش ليه جواب. يعني وان تحدى اي واحد يمشي يدور على واحد الخمسه ديال المؤسسات ولا سته ويطلب المعلومه ويقدر يخرج خاول ويفاض منهم بخمسه ولا سته، يعني ما يمكنش ليه يدخل وياخذ المعلومه بسهوله. وهو مواطن من حقه الحصول على المعلومه، ولكن راه ما كاينش اللي غيعطيها لي، راه ولو يجوب مجموعه من الادارات مجموعه من المؤسسات، قليل بعض المؤسسات وبعض الادارات اللي كتحترم نفسها تقدر تعطيك المعلومه وبالحجج وبالوثائق وبالدلائل. ولكن اغلب 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 هاد المؤسسات فما يمكنش لك تاخذ اي معطى اي معلومه. ويمكن بواحد العباره اخرى اصح، يمكن نقدر نقولوا كاين في بعض الاحيان قسم التواصل الذي لا يتواصل، يعني كيكونوا في بعض الادارات كاين اقسام سميتها اقسام ديال التواصل ولكنها لا تتواصل، يعني ما يمكنش لها التواصل معك لسبب ما مجهول ما كنعرفوش وصعيب يعني باش تعرفيه وما غتفهم والو. ما كنعياو نحاولوا يعني نفهموا ونحاولوا نقربوا، وهذا هو الشيء اللي كيخلي يعني الاشاعه كتخسر، يخلي اخبار زائفه كتنتشر بكثره، لان ما كاينش ادارات اغلب الادارات يعني ما كتلقاش عندهم قسم ديال التواصل كيشتغل بشكل معقول بشكل دائم ويعطيك المعلومه ويعطيك الخبر ويعطيك بالحجج وبالوثائق كلما اطرقتي الابواب ديالهم. اقسام تواصل لا تتواصل، اقسام تواصل لا تتواصل، وكاينه بمجموعه من المؤسسات وبمجموعه من الادارات، وهذا الشيء يحز في النفس. حنا عندنا غيره على هذا الوطن، عندنا غيره على البلاد ديالنا، عندنا غيره على المدن ديالنا، ولكن هذا الشيء كنلقاوه باستمرار.
رغم انه يحز في النفس، وحنا كنبغوا دائما اداراتنا ومؤسساتنا تكون قويه، وتكون قويه بتواصلها مع المواطن، بتواصلها مع الصحفي، وتعطي المعلومه. هاد الناس ما طالبينش حاجه كبيره، ما طالبينش حاجه كثيره، طالبين المعلومه، والمعلومه من حق اي مواطن، والدستور ديالنا ولله الحمد عاطي الحق لكل مواطن، عنده الحق في الحصول على المعلومه. علاش هاد الادارات وهاد المؤسسات ما يبغوش يعطيو هاد الحق ديالو؟ هذا حق مسلوب، حق مسلوب من المواطن. مجموعه من الادارات، مجموعه من المؤسسات ما تعطيش المواطن حق من الحقوق ديالو، وحق اللي من حقه ياخذ المعلومه، من حقه يعرف اشنو واقع، من حقه ياخذ الوثائق اللي بغى، كل ما طلبها ياخذها. ولكن للاسف الشديد اقسام التواصل لا تتواصل، اقسام التواصل لا تتواصل بمجموعه من الادارات ومجموعه من المؤسسات، وهذا شيء يحز في النفس، هذا شيء اللي كيألم المواطن كثير. جميع المواطنين كيعيشوا هاد المعاناة، جميع المواطنين يعني كيعانيو، كيبقاو من مكتب لمكتب بالإدارات. لو كان قسم ديال التواصل كان غيسهل المهمة والمأمورية ديال هاد الإدارات، ديال هاد المؤسسات، وغادي يخليهم يشتغلوا بشكل جيد، وحتى المواطن غيكون راضي تمام الرضا عليهم، وما عمرو ما غيكون يعني منزعج منهم، ما عمرو ما غيكون غضبان من هاد الادارات، ودائما غيكون يعتز ويفتخر بهم، لانهم كيقدموا العمل المطلوب منهم، كيعطيو الحقيقه، ما كيتهربوش من اسئله. يعني كما كيقولوا المواطنين، اغلب المواطنين فهم كيصطدموا بواقع مر، واقع يعني الحديث عنه خاصنا لساعات وساعات وايام وايام واشهر، لان ديما غنبقاو نتكلموا على هذا الموضوع، لانه مطروح بحده، مطروح بقوه. والشيء اللي خلاني نقترحوا على الاداره ديالنا مساء هذا اليوم، واللي وافقت مشكوره باش نطرحوه، هو واحد العدد كبير من المواطنين اللي كيعيشوا هذا المشكل، كيعيشوه باستمرار، كيعيشوه يوميا. هذا هو السبب اللي خلانا نطرحوه، لان كانت نداءات وكانت اتصالات هاتفيه كثيره من مجموعه من المواطنين بمختلف المدن ديالنا، اللي بغاونا نطرحوا هذا الموضوع للنقاش، موضوع اللي كيشغل بال الراي ديالهم. وان كان حتى حنا كصحفيين كنعانيو من هذا المشكل، يعني حتى حنا كنعانيو، ماشي غير المواطن العادي، حتى الصحفي كيعاني. راه كيمشي لبعض المؤسسات راه ما يلقاش هو قسم ديال التواصل، وباغي يقدم يعني غير المعلومات تكون صحيحه، ويقدم الخبر يكون صحيح، ولكن كيصطدم هو بهذا الواقع. وهذا الشيء عشناه حنا كصحفيين، انا نيت بنفسي عشتو في مؤسسات، واخرها كاع مشيت مؤسسه بلا ما نذكر الاسم ديالها، سيدي بن نور، مؤسسه محترمه جدا زعما هادي، ولكن السيد اللي في قسم التواصل قال بانه ما يمكنش يصرح، ما يمكنش يبان بوجه مكشوف، ما يمكنش يتكلم، يقدر يعطينا ورقه وحنا اللي نتكلموا على داكشي اللي في الورقه، وكاننا حنا موظفين معاه، وكأنه لا يعنيه الأمر. قال بأن كاينة السيدة مديرة، وهاد المديرة ما تكفرينيش إلا جاتني شي حاجة، ولا لا ظهر فيا شي مسؤول كبير مثلا من الإدارة الكبيرة ديالنا وكذا، وضيع لنا وقتنا ساعتين وحنا كنتسناو فيه، كان عندو شي مهمة. تسناوني، أنا جاي، وملي جا رفض يعطي التصريح. هذا مشكل ما خاصش نبقاو نعيشو، حنا كنتكلمو على المواطن المسكين العادي، فراه حنا الصحفيين كنعيشو هذا المشكل. وملي كتجي كتلقى الادارات كيقول لك كينشروا عليا اخبار زائفه، ولا كيقولوا حنا ما نشروا حتى حاجه كاع، ملي ما كناخذوا والو، حنا مؤسسه اللي كتحترم نفسها،
مؤسسة اللي كتعطي الخبر اليقين، كتعطي المعلومة الدقيقة، فما يمكنش لينا يعني نشدو حنايا ورقة ونقراوها والسيد ما يصرحش، فمن العيب ومن العار يعني 2022 ونشدو حنا ورقة ديال واحد يكتبها ونقراوها ليه حنا. فهو في قسم التواصل قسم اتصال خاصو يعطي تصريحات ويتحمل مسؤوليته، أولا ينسحب ويقدم استقالته، وهادشي كنعيشوه في الادارات اللي كتحترم نفسها والاشخاص اللي كيحترموا نفسهم، فما يمكنش ليه يريح في واحد المكان بحال هكا وما يقومش بالمهام اللي خاصو يقوم بها. زميلي واخي هشام دائما يعني الحديث متواصل عن هذا الموضوع، هذا موضوع يؤرق بال مجموعه من المواطنين. وسبق لشي صديق ديالك يعني تشكى لك، سبق لك حتى عشي شي موقف بحال هذا، يعني عدد من المواطنين وباستمرار وبشكل يومي يعيشوا هذه المواقف ويعيشوا هذه المشاكل. انا غنتكلم دابا هنا على شوف تيلي وخاصه الاداره للايجابيات ديالها، وهي كامله ايجابيات. اولا هذه الاداره اللي هي اداره شوف تيفي اللي هي مشكوره، اللي كتصنت كيف ما الكلمه المتداوله على شوف تيفي. غنخرج بك على الموضوع شويه وسامحني الاخ زوين، مني كنلقاو واحد الاداره اللي هي شوف تيفي كنتواصلوا معها وكتواصل معها، يعني هنا على الاقل كنحيدوا واحد الغمه على قلبنا، على الاقل الا اتصلنا بشوف تيفي كتحاول تضمنا وكتجمعنا هي انتم سميتوها ديال شوف تيفي هي قناه الشعب، فانا غنقول قناه الاسره، قناه الحب، قناه العطاء، قناه اللي عندها واحد الاذن صاغيه اللي كتسمع لاي مواطن. فالجميل هو هذا. نرجع للمؤسسه، فبعد خطرات انت كتمشي للمؤسسه باش تاخذ معلومه او باش تسول على 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 شي حاجه او باش تاخذ تصريح، فاذا بك تتلاقى مع الموظف، اما يقدر يعطيك تصريح اما يقدر يتخلى عليك. ودائما نرجع لشوف تيفي كيف ما هي اللي مشكوره ماشي على هذا الموضوع اللي طرقتو لي، وانما بزاف المواضيع اللي على الاقل بعدا كتحفزنا، وعلى الاقل كنعرفوا منا المعلومه، وعلى الاقل كنعرفوا المصداقيه ديال شوف تيفي. شوف تيفي بصراحه ما نقولش عاوتاني هي قناه الشعب، وانما غادي نقول هي واحد القناه على الاقل هي متنفس، الاغلب الناس هي متنفس، لان دابا الى عيط الاداره او شي واحد عيط الاداره ففي هذيك الساعه كيجاوبك. فيا ريت يا ريت يا ريت نمشي لشي اداره ونلقى واحد اليد كتمد ليا ونخرج وانا فرحان. هذا هو اللي بغيت نقول لك، وانت مشكور، وكذلك الاداره الخاصه مشكوره اللي هي شوف تيفي قناه الشعب قناه الاسره. قناه الشعب دائما يعني مع المواطن، دائما في جيب المواطن، دائما تستمع للمواطن، دائما حاضره معاه في جميع الاحداث كيف ما كانت، ودائما بجنبه كما كانت المواضيع سواء اجتماعيه او ثقافيه او رياديه، فهي دائما بحاضره، دائما تصغي لاي مواطن مغربي كيف ما كان نوعه. حتى المواطنين اللي ماشي مغاربه فاش كيتصلوا فما يمكنش ما تجاوبهمش قناه شوف تيفي. ونتمنوا صادقين يعني جميع المؤسسات ياخذوا العبره ويحدوا وحدوا قناه شوف تيفي، يكونوا يعني بهذا الشكل اللي كتفاعل به قناه شوف تيفي مع المواطنين حتى هما يتفاعلوا به، وفي انتظار قيامهم بذلك قناه شوف تيفي. استودعكم الله مشاهدي قناه شوف تيفي، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء، نلتقي ان شاء الله في مباشر اخر، وفي انتظار ذلك استودعكم الله والى اللقاء.